الاعتكاف شنو هو؟ الاعتكاف هو ديك العشر الاواخر من رمضان كنقعدوا في المساجد، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق امته مندوب. العشر الاواخر الانسان يعني الاعتكاف هو انك تقعد في الجامع ما تخرجش منه الا لقضاء الحاجه، ما تخرجش منه الا لقضاء الحاجه، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل تما ويشرب تما ولا يخرج الا لقضاء الحاجه ثم يرجع، ثم العشر ايام. هذا الامر بالنسبه للنبي واجب وبالنسبه لنا نحن مستحب، وكذا رجالا ونساء. ولكن المراه اذا كان عندها الزوج وعندها وليداتها وعندها لا مشي تقابل وليداتها. المراه اللي ولادها كبروا والراجل أدينا لها باش تمشي تعتكف في الجامع كتعتكف، ولكن هذا الامر في زماننا هذا اليوم غير متيسر، غير متيسر. لماذا؟ لانه هناك امور اخرى في ذاك الوقت كانت امور متيسره، دابا اليوم غير متيسر. وكما قلت هذا من رحمه الله بنا ان الاعتكاف في حقنا غير واجب، غير واجب. المهم نعمروا ذاك العشر الاواخر بالذكر بالصلاه بالقيام بقراءه القران بمجالسه الاهل في البيت والذكر ونقراوا القران جماعتان ونقراوا، هذا هو.